فنان يعني مش فاهم. سهران بيغني ويقول ويايا ويايا ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجرم وخلوق. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا. أعجني. أخبارك إيه؟ الحمد لله. يا راجل. اتفضل اتفضل اقعد. اقعد فين انا؟ اتفضل نورتنا اتفضل. هجيب لكم حاجة نشربوها. بنت. عامل ايه يا جنبي؟ الحمد لله. عمتك حكت لي عنك كتير. باه. وانا كمان حكت لي عنك كتير ياما تو ماتش. انا عندي سؤال محيرني. احنا كنا واقفين قصاد الباب، انت كيف نزلت من جوه الدوار كيف؟ اصلا انا ما متعودش اخش البيوت من بابها، دي يعني سمة خاصة بشخصيتي. ايوه بس دي صفة هدت كل الصفات اللي فاتت. او ماي جاد، فين الختم بتاعي؟ وير از ماي رينج؟ حفني ما بلاها هزار يا حفني، رجع الخاتم لجوني ده الغالي. معليش معليش يا عم جوني، عندك حق انت تؤمري. جوني مؤاخذة خاتم اتفضل. اصل الحقيقة يا جوني وانا جاي علشان اتقدم للكبيرة واخطبها، فانا يعني كنت متوتر شوي فقلت اعدي كده على اي حتة اضرب حجرين وبعدين اجي بقى، بس يعني مش قصدي والله، ما يعني ما ميزتش. ما ميزتش تقوم تقلبني؟ ايه بالكلام ده؟ اقلبك ايه؟ بعيد الشر عليا عشان اصغر عشان تقول الكلام ده. انا كل الحكايه السرقه بالنسبه لي عاده، ما زال نقول كده هوايه يعني. اكيد فاهمك طبعا يا بوي، فاهمك. تعرف ليه؟ yeah. عشان احنا فينا حاجه من بعضينا، عتاوله وعلاوله وجانجسترز. باين عليك يا جني، باين عليك. معلوم. اتفضل اتفضل يا ريس حفني. ايه الهبل؟ انت غبية ولا هتيرة؟ فين تقلعنا وعاداتنا فين؟ من امتى بنشربوا شاي في مناسبة زي دي؟ بنشربوا شربات. الكبيرة هي اللي قالت لي. صح، حفني بيحب الشاي. كم معلقة اهدي، فين السكري؟ فين المعلقة؟ فين الشاي؟ فين الصينية؟ ايه ده؟ يا حفني ما قلنا بلاش هزار يا حفني، ما كفاكش سرقتك لقلبي؟ انت اللي سرقت قلبي.